حققت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتا فوزا مريحا باقتراع على الثقة في البرلمان بغرفتيه، في خطوة تأتي بناء على طلب رئاسي بهدف التأكد من قدرة الحكومة على تأمين التأييد البرلماني اللازم بعد انشقاق حزب فورزا إيطاليا الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني عن الائتلاف الحاكم. وفيما كانت حكومة ليتا تحصد أصوات نواب البرلمان لتجديد الثقة، علت أصوات المئات من حركة شوكة القمامة خارج مبنى مجلس النواب للمطالبة برحيل الحكومة. يجثو هذا البلد على ركبتيه منذ سنوات، نعلم ماذا فعلوا. الآن يجب أن يسترد الناس السلطة ولنذهب إلى الانتخابات مباشرة، إنه الحل الوحيد لكل شيء. فلنذهب إلى صناديق الاقتراع وليقرر الإيطاليون ما يشاءون. وأكدت الحركة التي تمثل مزارعين وعمالا من قطاعات مختلفة تضرروا جراء الأزمة الاقتصادية أن ملايين الإيطاليين سينزلون إلى الشوارع الأسبوع المقبل إذا استمرت الحكومة في موقعها.